عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران وبالضبط بمنطقة ما يسمى بالفرنش ماريتين، الواجهة البحرية الجديدة التي تعتبر هي امتداد للواجهة يعني ما يسمى بالفرون دو مار على مستوى مركز المدينة وهران. إذن هذه المنطقة اللي تعرف عملية توسعية وتطويرية عقارية غير مسبوقة. نشوف هنا إقامة سكنية كبيرة جدا وذات طراز معماري يعني جد متطور من إنشاء شركة مجمع غايا، وهو مجمع صيني جزائري مشترك، يعني عنده عدة مشاريع من عقارية في كل من وهران والجزائر العاصمة. نتمنى إن شاء الله يأخذوا مشاريع في ولايات أخرى، لما لا يعني أمر هذا. إذن أترككم تتابعون يعني هذا المشروع الرائع على يعني على المطل على البحر، والسلام عليكم.